ايه رأيكم نوصل الفيديو ده 90,000 لايك وتشترك في القناة وتفعل فعل زر الجرس عشان تعبت في الفيديو ده؟ تمام، انا قاعد مستني اللي مش هيدوس لايك دلوقتي ومش هيفعل فعل مش هيعمل سبسكرايب هرزعه على وشه. يلا 1 2 عملت سبسكرايب اتفرج على الفيديو. يا معشر اليوتيوب ركزوا ركزوا معايا يا جدعان عشان احنا عندنا طلعه زي ما انتم بقول لك انت ظاهر في الكلب. ركزوا معايا عشان احنا عندنا طلعه بكره الساعه 8 بالليل بتوقيت مصر. كلكم عارفين خليك معايا، كلكم عارفين برنامج لاين لايف اللي انا بطلع فيه كل جمعه الساعه 8 بتوقيت مصر. هطلع فيه لايف بكره الساعه 8 بتوقيت مصر برضو. انا قلت الكلمه دي كتير. طب يا جدعان زي ما انتم عارفين انا صاحب اعلى رقم في البرنامج ب 14,000 مشاهده في لايف واحد ومحدش قدر يكسر الرقم ده لحد دلوقتي. لا انتوا رفعتوا راسي ثواني بقى، انتوا رفعتوا راسي 14,000 مشاهده في لايف. انا بجد مش عارف اقول ايه. بصوا انا مش عارف اقول ايه لحد ما جالي تليفون من السعوديه بيقولوا لي محمد انت عندك مهمه كمان غير المهمه اللي انت خلصتها المره اللي فاتت. بكره اللي هو يوم الاربعاء كل اليوتيوبرز من كل حته في الوطن العربي، مصر، السعوديه، الامارات، هيطلعوا يوم الاربعاء وعايزين نشوف مين هيجيب اعلى فيو. طبعا احنا مش محتاجين نقول حاجه زي كده لان احنا اكيد احنا اللي هنكسب. فانا بقولها لكم من هنا ومن مكان هنا، لينك البرنامج تحت في الديسكريبشن. عايزين كله يستنى يوم الاربعاء الساعه 8 بالليل تكونوا كلكم موجودين وكلكم قاعدين مستنيين اللايف لمده ساعه واحده واحنا بندمر بنوقع البرنامج. مستنيكم يوم الاربعاء يا جدعان. والله انا مش عايز اشكر في الميرش بتاعي لان هو بتاعي اكتر من كده بجد. البتاع مريح جدا. استنى ويت هل بيوتي باي البتاع مريح جدا يا جدعان. انت لبسته قبل كده عليه؟ ايه رايك فيه علي؟ مريح جدا. تقدر تجيبه انا عامل كده ليه؟ بصوا ناسا على ناسا تحس ان انا في مكوك فضائي دلوقتي. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كان فيديو جديد وفكره فيديو النهارده ما عنديش اي فكره. انا المفروض يا جدعان في واحد بيكلمني دايما على الواتساب لما حد بيحفل عليا او حد بيشتمني بيقول لي يا محمد في حد شتمك، يا محمد في حد حفل عليك. فانا قاعد بس وجه السيره ولا ايه؟ محمد يا خالد الحق عليك ديستراك. ده مين اللي امه داعي عليه وقدر يعملها؟ يا ترى مين اللي عمل عليها ديستراك؟ هل يوتيوبر مشهور؟ هل يوتيوبر سعودي؟ هل يوتيوبر اماراتي؟ هل يوتيوبر اجنبي؟ هل يوتيوبر مصري؟ اكيد يوتيوبر مصري، اكيد النبالي، اكيد هو، لان هو قال هيعمل عليها ديستراك قبل كده. ايوه بس ايه ده؟ ازاي؟ مين؟ ايه؟ ايه؟ عمرو ايه؟ عمرو سايكو؟ مين ده؟ معرفوش مين ده؟ يوتيوبر تحت السلم. واحد عمل عليه ديستراك والفيديو جاي 3313 فيو. تقريبا عيلته هما بس اللي اتفرجوا على الفيديو. مش كلهم. ايه الحوت الحقيقي ده؟ اسم الفيديو؟ 4 دقايق وربع بتدس في واحد. انت متخيل اغنيه 4 دقايق وربع؟ ده انا ما اسمعش اغنيه دقيقتين على بعضيهم. وقع البيت ازاي؟ بص انت كان ممكن تقول كلمات ضعيفه، كان ممكن تقول لا ما بيعرفش يغني مثلا، لكن تقول لي وقع البيت دي وقعت منك قوي. انا هرد. انا طبعا انا مش فاضيلك اعمل لك عليك اغنيه وارد عليك باغنيه، مش فاضيلك نهائي. فانا هرد بس ايه ببقي كده تكي تك على طول. اول حاجه هات لي اغنيه وقع البيت تطلع اول ترند على انغامي، ماشي، تبقى في الصفحه بتاعت انغامي 153,000 لايك على اليوتيوب وتبقى المركز ال 15 على ترتيب الاغاني في الوطن العربي كله، مركز 15 الوطن العربي كله، يعني ولا انت ولا المجال كله عارف يعملها. نكمل. استعرض عضلات في فيديو. ما عنديش اصلا. شوف قد ايه الكلام تافه وقد ايه الكلام كوري ضعيف جدا. تموش بالفيور بمعنى صح ايه؟ اللي هو يجي يقول لك ايه انا بعمل الراب علشان يعجب بتوع الراب. لا يعني انت بتعمل اغاني الراب عشان بتوع الراب بس اللي يسمعوها؟ دي اكتر حاجه بتضايقني فيهم، فاهم؟ فاهم. انا بعمل اغنيه، انا بقول هو انا مصنفش نفسي كرابر ومش هصنف نفسي كرابر عادي جدا، انا يوتيوبر وبعمل حاجه انا بحبها وهفضل اقدمها. فاهمني؟ 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 فاهمني؟
سهلة تصور صعب تراب. لا سهلة برضه عادي. صعب تمنتج صعب تصور لكن سهلة تراب عادي. يا ريت بتوع الفيديوهات ما يحكوا أسباب. هو عبيط. هو أنه واحد من الثلاثة؟ هو نفس الشخص. ود كمل. تاريخ ليه؟ باشا أنا 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 حرفيا أصغر يوتيوبر في مصر يوصل للمليون سبسكرايب. ما عملش ريسيرش بتاعه. انا حاسس ان انا بتفرج على طفل بيدس. اللي قدامك ده اللي انت بتقول ما بيعرفش يراب وكده، اول تراك عمله جاب 4 مليون مشاهده. يعني انت لو الكارير بتاعك لو قعدت تعمله عمرك ما هتجيب الرقم ده. وعايز افكرك بالمناسبه، انت اعلى تراك عندك كنت بترد باسم محمد رمضان، يعني كنت بتحب كده برضه. ف انت ما قلتليش حاجه، انت كداب. مايك تايسون المفروض هو ده بانش راب، وانا ما في اضربني كده. ده وجعني اكتر منه ما انه ما جاش. انا الاثنين عادي صدقني والله بتحصل، يعني ساعات بتحصل سبحان الله، وده راي الناس عادي. بشكل جديد حلوها بتنشاي على اي قطع. طب ليه مش احنا بينا مشكله؟ مش عارفش انا كسرت الساعه بتاعتك. اخويا خلاص يا باشا حلته. خلاص حلينا، احنا اسفين. النت وايه؟ والجريده. مش مهم. اموت واعرف الليركس دي بتكتبها ازاي. ثانية لا دي حلوة، دي حلوة. بيقول صوتي ارفع من اكساتي. لا بس ما اظنش ان في اكسات عشان يكون عندهم اساسا. يا دي رومي وهي يكون خلصنا الفيديو. لما يلبس كاب. بالمناسبة يا جدعان، بما انه بيقول لي هيبقى فاكر نفسي رابع لما البس كاب، معلش هو اوكي علي خلاص علي. اوكي ثانية. طيب بالمناسبة بقول لك ايه، هات في كام ناس معاك كمان جماعه؟ احنا بقينا 3 رابرز. طب دلوقتي يا جماعه احنا معانا 4 رابر في الاوضه، بما اننا لابسين 4 كابات. وبالمناسبه يا جماعه تقدروا تجيبوا كابات ناسا من موقع ام كي ميرش. انا اسف يا اسطى، انا كان لازم ابلوج الميرش بتاعي. اقعد هنشيل كل ده. اقعد هنا. بقول لك ايه، هو الراب دلوقتي بيتحسب بالكابات؟ البيزني. طب يا جماعه تقدروا تجيبوا كابات ناسا اللي احنا لابسينها دي من موقع ام كي ميرش تحت في الديسكربشن. انا اسف يا اسطى، انا كل حاجه هستغل الميرش بتاعي فيه. اسم الحوت تقيل عليك مش وزنك. بقول لك ايه، بالدليل ان انا جايب 2 مليون فيو بالتراك بتاعي. هو تقريبا كان مسمي نفسه حوت او حاجه زي كده. انا مش مطلع لقب الحوت الازرق عليا ولا حاجه. الاغنيه كان اسمها حوت ازرق، بمعنى صح انك تلعب معايا هقتلك وكده. ده لقبك ماليش دعوه بيه. انا ما سميتش نفسي حوت ازرق او حاجه. بس لو انت had to give you a career destroyed. وللاسف انت destroyed it. انت لازم تكون فخور. اه بالظبط، انت لازم تكون فخور انك طلعت عندي في القناه. مبروك. سواء عجبك التراك او لا، معاه او ضده، هو حق من حقوق الراب. هو اللي هيجيب حق الراب ده. انتوا بتاخدين الموضوع حساسيه كده ليه؟ اغنيه واتعمل. انت ليه حساسين قوي كده؟ الراب ضاع، حق الراب. هو انت ب 3000 فيو انت هتجيب حق الراب؟ ادس اللي ياخد اسمي واني ادس اللي ما يعجبنيش. عموما محمد خالد قال كده بنفسه لما دس كذا وكذا، فما حدش له حق يزعل. وفي الاخر وقال دي اول اغنيه، دي اغنيه مش نهايه العالم. فعلا دي اغنيه مش نهايه العالم. سؤال، انت عامل كوبي رايت لاسمك؟ فعلا انا حر. تاني سؤال، انت بتقول الكلام ده عشان انت عارف ان محمد خالد هيتفرج على الفيديو بالظبط، وفي الاخر هو هيرياكت عليه، وفي الاخر انت هتطلع غلط، فانت بتقول الكلام ده عشان تحمي نفسك من الاول. فانت كنت بتفكر. بص انا اقول لك حاجه، انا ما عنديش مانع انك تعمل ديستراك عليا. انا كل خير، بس اسالك سؤال، انت قافل اللايك والديسلايك ليه؟ خلاص. وبالمناسبه دلوقتي يا جدعان، احنا بنجهز لحاجات كتيره. دلوقتي انا نقلت من بيتي، واوعدكم ان انا هنزل 3 فيديوهات في الاسبوع، مش فيديو واحد بس في الاسبوع. فكله يجهز، لان احنا الايام الجايه دي هننزل فيديوهات كتير قوي 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 قوي. كان معاكم محمد خالد، اتمنى ان الفيديو عجبكم، فيديو بسيط، فيديو ظريف. بس اشوفكم ان شاء الله كمان كام يوم. سلام. دماغي محيط من افكاره، دماغكم افكارها تعبانه، عايز ارحب بكل الاعداء معاكم الحوت الازرق يا ساده. دماغي محيط من افكاره، دماغكم افكارها تعبانه، عايز ارحب بكل الاعداء معاكم الحوت الازرق يا ساده. خلي بالك مهما تجري
تجري مش هسيبك تحت رجل اجيبك تلعب معايا هينك شوف اللي وفينا مش هسيبك لازم تعرف اني سيدك حابب تنزل يلا بينا اشتم فيا تتشهر انا لما اتكلم تتكتم زي العربيه بتتركن المجال كله هيتقلب تحت رجلي هيتفرم تحت التراب هيتردم اشتم